ومعي حلويات. تاكلي؟ في ريحة حريق. إذا كانت من الغيرة فمي. ما بعرف كيف كاران لوترا عم يعاملني بهالطريقة الحلوة والرايقة هي. أنا؟ أنا عم أعمل هي؟ لك. هلا بصراحة ما بعرف كيف بتفهم الأمور حواليك أو بتحاول تستوعبها منيح. بفكر إنه الناس رح يغاروا عليك، بس أنا ماني من هدول الناس أبداً. تعرف ليش عم تفكر بهي الطريقة؟ لأنه عقلك طار وصرت مجنون. مجنون؟ مجنون وسخيف كمان. أوه لحظة شوي، سخيف كمان؟ رح قلك شغلة. ليكي لو قد ما شفتي حالي ولو شو ما ساويتي بتضلي مثل ما أنتي، ما بتتغيري أبداً. لا، وليش لحتى أتغير؟ عم تحكي عن حكي وتصرفاتي؟ كنت تقولي كارا لوترا مغرور كتير، بس المغرور هو أنتي مو أنا، تمام؟ عم تقولي عني مجنون لأنك غيرانة. خلاص بكفي، عن جد إنك صاير مزعج كاران. لا بقى تحكي معي بهي الطريقة اليوم، لأنه اليوم احتفال مميز وحلو كتير هذا اليوم، لهيك لا تجبرني أقول لك شيء ماني حابة إني أقوله. لحظة، شو بدك تقولي؟ أه؟ أنا ما بدي شيء بنوم، أنت يلي بدك. هالأيام شكلك حابب ناتاشا، وإذا أنا ما قلت شيء هذا ما بيعني إني مو شايفتك. شامم ريحة حريق؟ قلتيلي إنك شايفة كل شي بس ما عم تحكي وساكتة. بالحقيقة قلت كتير، ولا مو ملاحظة على حالك؟ قلتي مجنون وسخيف وقللتي أدب معي وهنتيني كتير. صح مزبوط، لأنك عم تزعجني كتير بتصرفاتك. بشو عم ازعجك؟ ما فهمت. أنت هلأ يلي بدك تجاوبني، من هاي ناتاشا؟ قول، وليش قاعدة عم تتفتل بهالبيت؟ ليش قاعدة معنا؟ يلا شو ناطر؟ جاوبني. شو؟ فهمت، كأنك غيرانة منا؟ أنا ماني غيرانة، بس هذا البيت بيتي ولازم أعرف مين ساكن فيه وليش قاعد فيه أصلاً. ليش لحتى تجي وحدة غريبة وتقعد معي فيه؟ يعني قصدي نقول صراحة يلي بيشوفك أنت وناتاشا بيقول أنكم حلوين سوا وكتير لابقين لبعضكم، واحد فيكم فائد عقله والتاني اللي هو أنت سخيف وبلا عقل. لحظة شوي، شو قصدي؟ أنا سخيف ومجنون؟ لمين هالحكي؟ لحظة، أنت برأيك ناتاشا مانا سخيفة ولا شوي؟ هي أبداً مانا ذكية وما بتفكر، صح حكي؟ بريتا، واضح كتير، قديشك غيرانة منا؟ مو معقول، بريتا لوترا غارت. مو طبيعي، أنا ماني غيرانة، فيك تعمل شو ما بدك، فيك تغني وترقص وتضحك مع أي حدا موجود هون بالحفلة، فيك تلحق ناتاشا وتركض وراها وترقص مع مين ما كان، عن جد هالشي ما بيهمني. تعرفي شو؟ بصراحة ما حدا قادر يكون بمكان كارا لوترا، صح؟ بدك تبهر البنات؟ هاي لحظة شوي، وقفي يا لئيمة. شو ناديت لي؟ شو قلت؟ بصراحة أنا قلت أول شيء إجى على بالي فوراً، بس على فكرة لا بقلك الاسم. مو معقول، أنت عن جد مزعج كتير، ضايقتني كتير على فكرة. أنت يلي بلشتي تضايقيني بالأول، تمام؟ أساساً ما بعرف ليش واقفة وعم حاكيك هلأ، في كتير ناس مناح لحتى أحكي معهم، رايحة أحكي مع حدا تاني بيفهم. باي. لساتها مثل ما هي، ما تغيرت، غيورة ولئيمة، مرتي اللئيمة. مستحيل يتغير ابدا، وبحب كل البنات اللي حواليه، واحد سخيف. ايه ايه امشي. شو في يا بريتا؟ ليش متضايقة كتير؟ لازم تسأليني يا خالتي مع مين كنت عم احكي من شوي. طبعا مع الانسان اللئيم كاران لوترا. ليش مين ما بيحكي معه وبيرجع معصب ومزعوج منه؟ لحظة شوي، شو عمل هلأ معك؟ حكى شي ما كان لازم يحكي ولا غلط بحقك؟ كيف تجرأ يحكي؟ انت صاحبة البيت، كيف بيحكي معك بهالطريقة؟ يعني قصدي كيف قدر يحكي معك هيك بقلة أدب؟ الأمور تغيرت كتير وبريتا تغيرت كمان. هلأ هو أبداً ما في يكسر قلبك. فيني قلك شغلة؟ بس
الصراحة الحق عليكي، دائما بسكتي له لازم توقفيه عند حده وتفرجيه قيمتك الكبيرة. عم تفهمي علي منيح يا بنتي؟ هذا يلي رح أعمله. طيب ماشي، أي مانا مشكلة كبيرة، بسيطة. ليه شو صار؟ بس حكى كلمة واحدة ما عجبتني بالمرة. شو هالكلمة؟ تعرفي شو قال لي؟ لقيمة. شفتوا؟ شفتوا كيف انصدمتوا؟ على فكرة وأنا انصدمت مثلكم. بعرف إنه أنا وياه مو متفقين سوا هلأ، بس هذا الشيء ما بيلغي مشاعري وإني بتضايق وبنزعج ومعصب كمان، صح؟ حكي غلط شيء؟ خلاص انسوا القصة، عادي، الأمور كلها هلأ تحت السيطرة، وهي شغلة ما أنا مستاهلة تاخد وقت أكتر من هيك. طبعاً كل الأمور تحت السيطرة أكيد، بس في شخص فوق السيطرة. أنا قصدي كل شيء قالك يا كرام ما كان غلط أبداً. لا يعني أنتي هلأ هذا هو دورك ببيت عائلة كاران لوترا كلها، المرة القوية الصارمة. يعني أنتي كبيرة البيت وفي عالم بتحب المسؤولية وعالم ما بتحبها أبداً، ويلي ما بيحبوها رح يحسوا إنها ألقاب مضحكة ويتمسخروا عليها. وأنتي بتحبي المسؤولية كتير، شخصيتك بتحمل القوة والعقل وكل هدول. أختي إيه يمكن هو ما عرف يعبر لهيك قالك لقيمة، أنا بعتقد هو ما كان قاصدها أبداً. أبداً أختي القصة مو هيك، هو حكى هيك بس كرمال إنه يضايقني. ماشي. قولي لي بريتا، أنتي متضايقة لأنه نادالك ولقبك لقيمة؟ أو متضايقة لأنه ما نقالك اسم حلو بيليق بجمالك؟ ما بعرف. جانكي ممكن تجي شوي؟ أختي شو صار؟ شوفي وشك كيف تغير لونه وتغيرت تعابيره. ايه لانه مبين عليكي انك متضايقه ومعصبه كتير وما انك طايقه حدا. لازم تهدي هلا ولازم تتحكمي بمشاعرك وما تعصبي. ايه صح، يعني اليوم في احتفال حلو كتير. بريتا بترجاكي لا تتحججي بالحفله، طلبتي مني حذرك لما تغلطي وما تتصرفي صح. طيب ما دخلني، حابه تعانقي خالتي راكي روحي عانقيها، ما رح ازعل، رح افرح لانه ما دخلني. جانكي شو انتي هون؟ كنت عم دور. طيب ماشي انا رايحه، بس انتي لا تكتري حكي مع الناس تمام؟ ماشي اختي. خالتي راكي الزمن تغير والوضع تغير والناس تغيرت، لك حتى بريتا تغيرت وصارت عم تتصرف مع الكل مثل كأنها شخصية لئيمة عن جد. لهيك شو؟ في شي حابة تقولي؟ هالمرة اسمحي لي، إذا هي عم تتصرف بهي الطريقة هذا ما بيهمني، ولا حتى بيهمني إذا هي كانت مالكة هذا البيت كلياته، لا بيهمني ولا بتفرق معي أبداً، لأنه بريتا ساعدت عائلتنا من قبل بكتير شغلات، هالشي كرمالنا، لهيك رح ضل دافع عنا وامدح فيها على طول.